خليني أتكلم على نوع تاني من الألعاب وهو الألعاب الإلكترونية، وهو نمط جديد في الحقيقة بيجذب لي المشاركين في مهرجان العالمين. الحقيقة احنا بنتكلم على إندستري أو صناعة كبيرة جدا وهي الإي جيمينج أو الألعاب الإلكترونية. طبيعة الأعمال دي إيه، هي الألعاب الإلكترونية دي عاملة إزاي، هيبقى فيه إزاي مسابقات فيها في مهرجان العالمين. خلونا دلوقتي نكلم عمر مختار الرئيس التنفيذي لشركة كود بينت بول اللي معانا عبر الهاتف. مساء الفل عليك. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. يعني المشاهدين، الالعاب الالكترونيه دي حاجه دلوقتي يعني العالم كله بيلعب او مشتهر بالاي جيمنج، فخليني اتكلم هنشوف ايه في مهرجان العالمين بالالعاب الالكترونيه. في الحقيقه الكود بينت بول هي تحولت من لعبه الكترونيه الى لعبه على ارض الواقع. احنا نفذناها لعشاق لعبه العاب الاكشن زي كول اوف ديوتي، وهو اصلا اسم الشركه اللي هو كود بينت بول كول اوف ديوتي ان ايجيبت. فاحنا يعني دي حاجه على ارض الواقع، يعني دي فعلا لعبه حقيقيه هيلعبوها بالظبط. مش جيم يعني. مظبوط يا فندم، احنا حولناها من لعبه الكترونيه للعبه على ارض الواقع، بتعتمد على الفتنس وبتعتمد على روح الفريق، وهو دوت اللي احنا بنستهدفه، عشان احنا بنؤمن ان كود بينت بول بتؤمن ان روح الفريق هو الاهم، وده اللي بتعلمه رياضه البينت بول في مصر. يعني دي حلوه قوي جدا. احنا شايفين دلوقتي قدامنا يعني اعتقد هيبقى في بقى الجانز مثلا او المسدسات، اكيد لعبه يعني ولا ايه؟ احكي لي على كول اوف ديوتي، يعني لعبه صعبه، فازاي هتعملوها على ارض الواقع؟ زي ما حضرتك شايفين في الشاشه دلوقتي، حاليا احنا عاملين سيميوليشن لايام الحرب العالمين في مدينه العالمين اللي تحولت من ارض الغام لوجهه سياحيه رائده في الشرق الاوسط. وعملنا السيميوليشن دوت بحيث ان هو الرياضيين او الجيست اللي يجي ينبسطوا برياضه البينت بول يكونوا في الواقع ويستحضروا الزمان في المكان دوت. لعبه الكود بينت بول تعتمد على حاجات كتير جدا. احنا طبعا الميجر عندنا عالي جدا في السيفتي، فزي ما انتم شايفين المتباري بيكون معاه لبس افرول وبيست وماسك والسلاح وزنه 6 كيلو، ده بيعتمد على كور فيها مواد زيتيه بتعمل لون. دي حلوه قوي، يعني عجباني قوي الفكره ان انت جمعت ما بين يمكن البين بول لكن على شكل شويه لعبه كول اوف ديوتي، والالعاب دي معروف عنها ان اللي بيشارك فيها يمكن صغيرين شويه او شباب، هل ممكن اعمار ثانيه تشارك؟ اه طبعا يا فندم، هو كل الاعمار يقدروا يلعبوا بلعبه البينت بول، بس بدايه من 8 سنين وما فوق، عشان اللبس والمعدات والسلاح اللي وزنه 6 كيلو يكون مناسب معاهم. فاي حد بيقدر يلبس اللبس والمعدات ويشيل السلاح 6 كيلو بيقدر يخش يلعب اللعبه ديت، وبيكون تحت اشراف ستاف مدى كبير جدا من الخبره، بحيث ان هو يشرف عليهم زي في ميشنز كتيره جدا زي كابشر ذا فلاج، الميشن بوينت، هيد شوت. فزي ما انتم شايفين ليهم ميشن برضه وبيلعبوا، وده من ميزه رياضه البينت بول ان هي بيفرغ الطاقه السلبيه وبيعلم روح الفريق التيم بيلدينج اكتيفيتي. عشان كده معظم الشركات والجامعات والمدارس بيحبوا ان هم نعمل لهم ايفنتات في الاماكن اللي عندهم عشان نزود الكوميونيكيشن سكيلز ما بينهم. ايوه طبعا. طب الـ يعني هل بيبقى فيه كده مثلا مسابقات ما بين فرق، مسابقات رسميه ليها جوائز، ولا بس فور فان يعني بتبقى معموله للايفنتس مثلا خاصه اكتر؟ لا في الحقيقه، اما احنا بنطلع ايفنتات في الجامعات والمدارس، اداره الجامعات بتعمل ايفنت بحيث ان هو يكون في تورنمنت ما بين الجروبات، كل جروب مثلا بيكون 5 افراد، وبالتالي بيحصل تصفيه ما بينهم، وبالتالي اللي بيفوز بيبقى ليه جوائز من الجامعه او من الجهه. واحنا ان شاء الله بلاننج ان احنا نعمل في العالمين الجديده ان شاء الله طول فتره وجودنا لاخر السيزون هنعمل تورنمنت ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. يعني في الحقيقه لعبه يعني حلوه قوي ولذيذه جدا، وفعلا هي من الحاجات اللي ممكن كلنا كده نروح نلعبها فور فان ونتعامل بيها كده تيم بيلدينج اكتيفيتيز للشركات او غيره او حتى للجامعات والمدارس. بنشكرك الاستاذ عمر مختار الرئيس التنفيذي لشركه كود بينت بول.